شايف أنا في كتاب الشيخ محمد الغزالي أنكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت ورد دفاع المازري والنووي بأنه دفاع تافه لا يساق، فقال لأن الملائكة لا يتعرضون للعاهات، ولأن الصالحين لا يكرهون الموت، فكيف بالرسل؟ فكيف بأولي العزم من الرسل؟ أعتقد أن في هذا الكلام خطأ جليا، ولست أدري أهو من الناقل أم المنقول عنه. ما هو؟ أنه أنت تقول عن لسانه أن الملائكة لا يتعرضون للعاهات، لا يصابون يعني، أو لا يصابون مش مهم، لكن هو ألا يدري أن الملك الذي جاء إلى موسى جاء بصورة بشر؟ ما هو لا يدري هذا؟ يدري؟ أعتقد أنه لا يدري. لا يدري، إذن سقط كلامه، لأن الحديث كما في مسند الإمام أحمد وبسند الصحيح أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر. الملك المرسل وهو ملك الموت حينما أرسله الله عز وجل إلى موسى قائلا له أجب ربك كان في صورة بشر، ومثل موسى كريم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى، إذا جاءه إنسان وقال له أجب ربك أصطفاه تلك الصفحة، فهنيئا لهذا المصفوح الذي لم يوكزه بتلك الوكزة فقضى عليه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر. فالشبهة الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة وعلى عدم الحرص على تتبع روايات الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعرض لبعض الناس. هذا جواب تلك الشبهة. طيب، لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت كما قال؟ من؟ الصالحون يكرهون الموت، لأنه طبعا فهم من فقه عين موسى لملك الموت أنه يكره الموت. كراهة الموت أولا أقول أمر جبلي طبيعي كخوف موسى من سحرة فرعون، هذا أمر لا يعاب فيه النبي المصطفى. ثانيا، إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا كره كاره منا الموت بأنه يبتغي الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا، فلا يعود كراهته للموت والواقع هكذا ذما، بل ينقلب مدحا. لكن المشكلة أن أهل الأهواء كهذا الرجل وأمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة ليظهروا أمام الناس بأنهم من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهة الثانية. يذكر العلماء في هذا الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما فقع عيني ملك الموت تطبيقا لشريعته، وهو فقع عيني الناظر أو الداخل بغير إذن، مع أن هذا يعني لم يرد في الحديث ولم يشر إليه، فهل هذا جواب ناهض؟ لا، بل هو جواب لا ينهض ولسنا بحاجة إليه مطلقا، لأنه يقوم على ما لا أصل له في شريعتنا. نعم.
الحديث أنه أمر ملك مقبل أن يضع يده على هند ثور، فاختار أن يقبض لحظة إذن، فأين كراهة الموت حينما علم أنه ملك الموت حقيقة، وخيره بين أن يضع يده على هند ثور وله بكل شعرة سنة، فقال وبعد فالمطالف الآن. نهاية الحديث ينقض قول من قال بأنه كره الموت. هذا صحيح، إنما كان الأمر الأول بناء على أن موسى لم يكتشف أن ذاك الشخص الذي هو في صورة إنسان إنما هو ملك، فلما جاءه الملك بإشارة من الله عز وجل وعرف أنه حقا هو مرسل من الله عز وجل وقال له هذه العلامة، فقال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا الذي ذكرته وارد تماما. نعم.